منتابع حلقتنا بهدف التخفيف من أزمة النفايات المتكدسة على الأراضي اللبنانية واللي عم بتهدد صحة المواطنين، ولأنه الحاجة أم الاختراع أطلق الدكتور جميل ريما اختراع جهاز هو الأول من نوعه صديق للبيئة وبحول النفايات إلى فحم. عرض مباشر لعمل هالجهاز بمنطقة الأشرفية، منتابعه سوا. رغم الظروف الصعبة اللي عم تحيط بلبنان، إلا أنه ما زال بلد الاختراعات والإبداع، اختراعات مستوحاة من هموم المواطن ومعاناته على مر سنين، حيث شهدت ساحة سيسين بالأشرفية تجربة أولى لاختراع الأستاذ الجامعي نبيل ريما تحت عنوان تفحيم السريع، أي تحويل النفايات الصلبة إلى فحم. يعني إذا أنا عندي طن زبالة فيني يطلع معي 250 كيلو فحم، هذا الفحم قوته حراريا بتساوي 50% من الفيول، اذا في امكانيه استعماله بالمصانع اللي بتعتمد على الحرارات هيدي، مثل المصانع تبع الترابي. الماشين اللي عم نشوفها اليوم هي بروتوتيب اولي، بحاجه لتطوير، بحاجه لراس مال لحتى تتطور. اليوم هيدي دعوه للجميع انه عم نفرجي انه التقنيه تعمل، التطوير ممكن هو باتجاه تكبير الجهاز لحتى يستوعب كميه اكبر، انه ما عندك طمر نهائيا، والمي اللي بتطلع منه بتطلع مقطره وصالحه للري، واذا بدك اياها فيها تطلع صالحه للشرب كمان. الاختراع بيخلق نمط وخيار جديد لمعالجة موضوع النفايات بدون ردات فعل سلبية على البيئة ولا على المواطن إذا تم تبنيه والاستفادة منه. نحن بهمنا أول شيء كمصانع إسمنت نشجع هذه المبادرة، خاصة أنه بتخدم شغلتين، الأولى بتخلص البلد من النفايات الصلبة، وثانيا ممكن من نتيجة إنتاج وقود بديل ممكن استعماله بمصانع الاسمنت وبغير مصانع الاسمنت. يعني اختراع سلمي لما منكون معه نحن ومندعمه، الشعب اللبناني كله لازم يدعمه يا خي، لانه عم بوفر مشاكل علينا. اختراع حلو وشغله حلوه وبستفيد فيها بالبلد، بس المهم يخلوه يكفي بس.